Enregistrement wydadeclub.com. مرحبا بك المهدي، مرحبا بكل الاصدقاء والمستمعين في هذه الاطلاله المستجده على اخر اخبار ديال فريق الوداد. الوداد كما قلت سيفا كيحتل المركز الثالث، عنده 27 نقطه على بعد 3 ديال النقاط من صاحبي الصداره المغرب التطواني، وايضا فريق الكوكب المراكشي الوداد اللي 7 ديال الانتصارات 6 على العموم. فالوداد البارح اجرى حصه تدريبيه مسائيه ديال الفريق الاحمر، اليوم في الساعه 10 كان تجمع ديال اللاعبين بالمطار محمد الخامس بمدينه الدربلة، على اساس بانه رحله جويه لمدينه اكادير اللي استغرقت تقريبا 45 دقيقه. رحله جويه لمدينه اكادير، الوصول كان في حدود الساعه 11 صباحا. في الاثناء الفريق يخوض حصه تدريبيه بمدينه اكادير، بالغايه منها هي ازاله العياء والتاقلم يعني مع الارضيه ديال المباراه، ارضيه ملعب المواجهه. بالنسبه للائحه ديال اللاعبين اللي تم استدعاء ديالهم توجيه لهم الدعوه، 20 لاعب المشاركه في مباراه ديال الحسينيه اكادير اللي غتلعب يوم غد انطلاقا من الساعه 7 مساء. يتعلق الامر بالنادر المياغري، محمد عقيد، نبيل الولجي، امين عطوشي، يوسف رابح، زكريا زهيد، محمد السعيدي، مراد المسن، انس الاصباحي، سعيد فتاح، محمد الرابح، وليد الكارتي، عمر عطي الله، بكاري كوني اللي تسجلت العوده ديالو بعد الغياب في المباراه الماضيه بداعي الاصابه، ياسين الكحل، توفيق اجروتن، مالك ايفونا، فابريس اونداما، يونس حواصي، ومحمد صنبو. كيف ما قلت العوده ديال بكاري كوني في المقابل لائحه سجلت غياب ايوب الخالقي اللي كتستمر المعاناه ديالو مع الاصابه والغياب ديالو على المباريات ديال فريق الوداد. كيبقى الخبر اخر اللي يمكن نختموا به، نذكر بان العوده غتكون مباشره مع نهايه المباراه للمدينه الدار البيضاء عبر الحافله. هذه هي الاخبار المتعلقه باختصار فريق الوداد. كما قلت الامور عاديه وعاديه جدا، كاين ايضا اخبار على تنقل اعداد يعني محترمه من الجماهير ديال فريق الوداد مدينه اكادير. غتكون رحلات منظمه الحضور والمساندة الفريق ديال الوداد في المباراه الصعبه في مواجهه فريق حسنيه اكادير صاحب نتائج ايجابيه في هذا الموسم. نذكر فقط المباراه يوم غد انطلاقا من الساعه 7 مساء بمدينه اكادير. شكرا لك سي محمد القرضا. Enregistrement wydadeclub.com.